اهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسله دروس تعليم التسويق الالكتروني مقدمه من هوا جروب. والنهارده هنتعلم مع بعض في دوره التسويق الالكتروني من خلال المواقع الاعلانات المبوبه. هنتعلم مع بعض ازاي نضيف اعلان مبوب على مبوبه الاهرام. بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده هتلاقوا فيه لينك تحت في وصف الفيديو في الفايل ده، هتحملوا الفايل ده على الجهاز بتاعكو، عليه كل المواقع المبوبة المهمة اللي هتنزلوا فيها الاعلانات اللي تخص المنتجات او الخدمات اللي انتوا عايزين تنشروها. وهتلاقوا لينك تاني في شرح كامل لكل المواقع دي، وهتلاقوا لينك تالت في كورس كامل للتسويق الالكتروني. لو انتوا اتفرجتوا على كل ده مع بعض هيفيدكوا جدا في تسويق خدماتكو، في تسويق منتجاتكو، تمام؟ فأهم حاجة بعد ما تشوف الفيديو لازم تقرأ الوصف كويس قوي، لأنك هتلاقي كمان مواقع التواصل الاجتماعي بتاعنا وأرقام تليفوناتنا، يعني احنا هنرد عليكم في خلال ال 24 ساعة دول على أي استفسار أو أي حاجة انتوا عايزينها في أي وقت، تمام؟ فمهم جدا إن انت تقرأ الوصف. النهاردة هنتعلم مع بعض مبوبة إضافة إعلان على مبوبة الأهرام، وطبعا المواقع اللي فوق دي تم شرحها، والمواقع اللي تحت كلها تم شرحها، وهتلاقوا لينك الفيديو، لينك البلاي ليست موجود في كل الفيديوهات. النهارده هنشرح طريقة إضافة إعلان مبوب على مبوبة الأهرام. أول حاجة هعملها بفتح متصفح النت وبدخل على مبوبة الأهرام مباشرة عشان أبدأ أوريكم إزاي بننزل إعلان مجاني على مبوبة الأهرام. طبعا خلال موقع مبوبة الأهرام انت ممكن تحدد اذا كنت عايز تنزل اعلان مدفوع في الجريدة الورقية وفي نفس الوقت بينزل مجانا في الموقع، ولا عايز تنزل اعلانك مجاني في الموقع على طول، ولا عايز تختار فئات مدفوعة داخل الموقع زي ما تحب. فالنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نضيف اعلان مجاني داخل مبوبة الأهرام. موقع مهم جدا، عليه نسبة مشاهدة كويسة، في اعلانات كتير مميزة، الاعلان بتاعكم ان شاء الله هيعمل صدى كويس بمجرد ان انت تضيفه في موقع مبوبة الاهرام، مبوبة الاهرام جنب المواقع التانية. اول حاجة بعملها طبعا بعمل تسجيل حساب جديد، تمام؟ لازم تسجل حساب جديد، يا اما بتدخل من حسابك على الفيسبوك او تويتر. فاول حاجة بتعملها مستخدم جديد، تمام؟ بيطلب منك ان انت تدخل اسمك الحقيقي، بريدك الالكتروني، والبريد الالكتروني البديل، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور. يعني ايه البريد الالكتروني البديل؟ البريد الالكتروني بحيث ان بريدك الالكتروني ده لو اتقفل او حصل له اي حاجة او حتى نسيته يبقى في بريد بديل تقدر ان انت تدخل بيه، او هو يسألك عن البريد البديل فبالتالي بتكتبه فبيفكرك بالايميل بتاعك والباسورد بتاعك. فضروري انك تكتب البريد الالكتروني البديل. يبقى اول حاجة بتكتب اسمك الحقيقي، البريد الالكتروني، البريد الالكتروني البديل، بتكتب كلمة المرور، وبتكتب كلمة المرور هي بتعيد كتابتها مرة تانية هنا، تأكيد كلمة المرور، وبعدين بتدوس دخول. بعد كده بتدوس دخول، بعد ما بتدوس دخول بيجيب لك استمارة تانية في بيانات مطلوب ان انت تعملها، مش شرط انك تعملها، المهم انك تعمل البيانات دي بس، مش شرط انك تعمل البيانات التانية. بتخش على طول على الموقع. فهعمل دلوقتي تسجيل دخول اهو، لان انا مسجل حساب على الموقع فعلا. وهكتب الباسورد بتاعي، وهضغط دخول. وممكن تضغط على تذكرني لو عايزه يفضل مفتوح على طول وما تقعدش تدخل حسابك اكتر من مرة. لو بتنزل اعلانات كتير يبقى استحسن ان انت تدوس تذكرتي، بحيث انك تدخل على مواقع تلاقي نفسك مفتوح اوتوماتيك، ما تقعدش كل شوية ان انت تعمل تسجيل دخول. تمام، تم تسجيل الدخول. بدوس على اضف اعلانك من هنا، بحدد اذا كنت انا عايز اضيف الاعلان بتاعي في الموقع بس ولا عايز اضيفه في الجريدة الورقية. هدوس اضف اعلان في موقع الاعلانات المبوبة فقط، بختار هنا المواقع فقط. يعني لو انا عايز انزل الاعلان في الموقع بس بضغط هنا، لو عايز انزله في الجريدة الورقية بضغط هنا. هو لما بينزل في الجريدة الورقية اوريدي بينزله لك مجانا على الموقع. لو عايز تنزل مجانا على الموقع على طول بتدوس بتدوس على
اضف اعلان في موقع الاعلانات المبوبة. تمام، بكتب هنا عنوان الاعلان بتاعي. تمام، هنا بكتب عنوان الاعلان بتاعي، هنا بختار التصنيف بتاعي. تمام، اذا كنت انا عايز وظائف ولا اخرى ولا سيارات ولا عقارات، هنا بيجيب لي التصنيف الفرعي بمجرد ما بختار التصنيف الرئيسي من هنا. بكتب هنا المحافظة وبختار المنطقة وبكتب السعر بتاعي من هنا وبرفع صورة من على جهازي. تمام، عندي رابط موقع بحطه، ما عنديش خلاص. والكلمات الدلالية بشوف انا مثلا الاعلان بتاعي خاص بالتسويق الالكتروني، بكتب في الكلمات الدلالية التسويق الالكتروني هنا. الاعلان بتاعي خاص بصيانة التكييفات، بكتب صيانة التكييفات. الاعلان بتاعي خاص مثلا بمنتجات تخص الصحة والجمال، بكتب كلمة الصحة والجمال. طب فايدة الكلمات الدلالية دي ايه؟ عشان لو حد دخل في جوجل كتب التسويق الالكتروني، الاعلان بتاعي لو بيتكلم عن التسويق الالكتروني يظهر له في محرك البحث، فبالتالي بجيب مشاهدين من خارج المبوبة دي نفسها من جوجل نفسهم. تمام، فبوسع من شهرة اعلاني وبخلي اعلاني يتشاف اكتر. وهنا بكتب تفاصيل الاعلان بتاعي. الاعلان بتاعي هيتنشر لمدة 14 يوم، بمجرد ما بدوس وافق الشروط بيجيب لي هنا الفئات بتاعتي، اذا كنت انا عايز اعلاني مجاني ولا مدفوع. تمام، طبعا هو مش هيظهر لي الفئات دي عشان انا لسه ما مليتش البيانات دي، بس عشان املى البيانات دي كل شويه هيقعد يدخل ويخرج يدخل ويخرج، فهياخد شويه وقت. فانت بس بمجرد ما بتملى البيانات بتاعتك دي كلها وتدوس على وافق الشروط بيجيب لك اختيارات، بتختار الحزمه المجانيه وتدوس اضافه الاعلان بتاعك، فبينزل اعلانك مجانا على مبوابه الاهرام. تمام، بتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده تدخلوا على الوصف، هتلاقوا في الوصف لينك في تحميل الفايل ده، فايل بكل مواقع الاعلانات المبوبة، بتنزلوه عندكم عشان تنزلوا اعلانات مبوبة على كل المواقع دي. طبعا انت لو عندك اعلان ونزلته على كل المواقع دي مش هياخد منك اكتر من ساعة او ساعتين، وهيكون الاعلان بتاعك انتشر في كل المواقع دي، فده هيحقق لك نتائج اكتر، هيحقق لك ارباح اكتر، هتكون انت المستفيد من الدرجه الاولى. فيا ريت تحمل الفايل ده عندك، ويا ريت كمان هتلاقي لينك تحتيه في شرح كل المواقع دي على اليوتيوب، خش واتفرج عليها. وهتلاقي لينك تالت موجود في وصف الفيديو، هتلاقي كورس كامل للتسويق الالكتروني، شوفه لانه هيفيدك في التسويق الالكتروني بكل ادواته. تمام، خصوصا لو انت ما خدتش كورس تسويق الكتروني قبل كده، او خدت كورس تسويق الكتروني قبل كده هتطلع بمعلومات جديده جدا وانا متاكد من ده. فلازم تقرا الوصف كويس، وفي حاله لو مش فاهمين اي حاجه اتصلوا على الارقام اللي موجوده في الوصف او تواصلوا معانا من خلال حساباتنا اللي موجوده في الوصف، واحنا هنرد عليكم. احنا بنرد على كل الاستفسارات خلال ال 24 ساعه. بتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.